ولمعرفة المزيد من هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله الجودر، مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بداية مساء الخير أستاذ عبد الله، وبودنا حقيقة يعني بدأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتوفير الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية لمتابعة التزام الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بالحجر الصحي أو المنزلي. يعني لو تحدثنا عن دقة وفاعلية هذه الأساور في الحجر المنزلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه بتطوير مختلف التقنيات الحديثة للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأنا الحمد لله بالأمس بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير الدفعة الأولى من الأساور. الأساور هذه طبعا بتعزز آلية المتابعة اللي تلتزم بها وزارة الصحة مع كافة الحالات، والهدف طبعا منها حفظ سلامة الحالات المشتبه بها وحفظ وسلامة صحة العائلات والمجتمع ككل، لأنها بتتيح إن شاء الله إمكانية القيام بدور المتابعة بكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى أن استخدامها طبعا هذه الأساور يأتي في ضمن إطار جهود وزارة الداخلية اللي تشمل مجالات احترازية وايد متعددة، من بينها عملية الرأس والمتابعة، وبتمنح الأمان والاطمئنان للمجتمع كافة. نعم، إذا سيد عبد الله، كيف سيتم استعمال هذه الأساور الإلكترونية؟ طبعا بيتم ربطها بتطبيق مجتمع واعي الإلكتروني اللي يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، ومثل ما تفضلت بيتم إرشاد جميع الحالات أن هي تنزل التطبيق وتفعل الأساور، بالإضافة إلى أن بحسب القرار الصادر من سعادة وزيرة الصحة سيتم إلزام جميع الحالات الخاضعة للحجر المنزلي بتحميل التطبيق، وفي حال مخالفة أي من هذه الحالات سيتم إرسال تنبيه للنظام المراقبة، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عدة عقوبات بحسب قانون الصحة العامة. ونتمنى يعني نشدد على أن ضرورة تحميل التطبيق واستخدامه وفائدة في تحديد الحالات المخالطة، خصوصا أن الفيروس اليوم ما يظهر أي أعراض للمصابين. نعم. وتوفير الوقت للطواقم الطبية أنها تركز على الأمور الأخرى متعلقة بتوفير الرعاية الصحية للأشخاص المحتاجين لها. نعم، سيد عبد الله الجودر، مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.